من خلال نماذج الخلايا الثلاث التي رأيناها سابقا، نلاحظ ما يلي: أنه على مستوى العروض الاستوائية، أي عند خط عرض صفر، نجد منطقة الجبهة المدارية المعروفة بلا زون دو كونفيرجونس انترتروبيكال، وتمتاز هذه المنطقة بحركات هوائية تصاعدية نتيجة عملية الحمل الحراري أي لا كونفيكسيون والتقاء الرياح التجارية الشمالية مع الرياح التجارية الجنوبية من جهة أخرى. في نفس هذه المنطقة نلاحظ أن الرطوبة النسبية فهي جد مرتفعة، فبمجرد ما يرتفع هذا الهواء المشبع بالرطوبة على شكل حركات هوائية تصاعدية تعرف بعمليات الحمل الحراري كما قلنا لا كونفيكسيون، فإنه يبرد ثم يتكاثف فيعطينا سحب وتساقطات مهمة. عملية التساقط هذه تؤدي إلى تحرير الحرارة الكامنة الموجودة داخل جزيئات بخار الماء وتحويلها إلى حرارة محسوسة. هذه الأخيرة ستعمل على تسخين الهواء فيزداد ارتفاعا. عندما يصل هذا الهواء الساخن إلى مستوى التروبوبوز أي إلى أعلى طبقات الأولى أي إلى أعلى طبقات التروبوسفير، سوف يتفرع نحو القطب الشمالي والقطب الجنوبي، إلا أن هذا الهواء سيبرد قبل أن يصل إلى القطبين، أي تقريبا عند مستوى خط عرض 30 درجة، أي بالضبط عند العروض الشبه مدارية، فيبدأ بالهبوط إلى السطح. ومع عملية هبوط هذه سيزداد حرارا وسيزداد كذلك جفافا، فتتشكل على مستوى هذه العروض سلسلة من الضغوط المرتفعة، وهذا هو الذي يفسر بعض الضغوط الدائمة في هذه المناطق مثل مرتفع الأصور. منطقة الجبهة المدارية حيث تتقابل خليتي هادلي تتجسد في صور الأقمار الصناعية على شكل شريط سحبي سميك يحيط بكوكب الأرض نتيجة وجود سلسلة من الضغوط المنخفضة. المنطقة الثانية هي منطقة العروض الشبه مدارية أي عند خط عرض 30 درجة. في هذه المناطق نجد مناطق نزول الهواء أي زون دو سوبزيدونس تفصل بين منطقتين تصاعديتين. الأولى هي المنطقة التي رأيناها سابقاً أي المنطقة الاستوائية في الجنوب، والمنطقة التصاعدية الثانية هي المنطقة الشبه قطبية الموجودة شمالاً، وهي توافق مجالات الضغط المرتفع حيث السماء الصافية والتساقطات قليلة أو منعدمة، وهذا هو الذي يفسر الجفاف في هذه المناطق الشبه مدارية. عند خط عرض 30 درجة تقريباً نلاحظ في هذه المناطق حركات هوائية تنازلية جافة لكون الرطوبة تنخفض مع النزول في الوقت الذي ترتفع فيه الحرارة، أي هناك علاقة عكسية ما بين الرطوبة النسبية وما بين درجة الحرارة. عند السطح يتجه جزء من هذا الهواء الهابط نحو العروض العليا فيعطينا ما يسمى بالرياح العكسية أو الرياح الغربية، والجزء الثاني سيعود إلى العروض الاستوائية مشكلا بذلك ما يسمى بالرياح التجارية والتي تعرف عالميا بليزاليزي. وبهذا تكون خلية هادلي قد أكملت دورتها. نسبة التبخر في هذه العروض أشبه المدارية فهي جد مرتفعة، خصوصا فوق المسطحات المائية كالبحار والمحيطات. في هذه الحالة يزود المحيط الجو بالحرارة الكامنة داخل جزيئيات الماء المتبخرة، وهي تعرف بلا شالوغ لاطونت، والتي تحمل إلى الشمال بواسطة الرياح الغربية. المنطقة الثالثة نجدها في المناطق ذات العروض المعتدلة، أي عند خط عرض 40 درجة و50 درجة و45 درجة تقريبا. حركات الهواء على مستوى السطح فهي غربية، أي تعطينا الرياح الغربية لفون دو ويست. هذه الرياح الغربية الدافئة آتية من المناطق المدارية،
تلتقي مع الرياح الباردة القادمة من المناطق القطبية عند مستوى خط عرض 60 درجة تقريبا. في هذه المناطق نلاحظ أن التغيرات الحرارية والانضغاطية فهي كبيرة جدا. نتيجة ماذا؟ نتيجة تدافع رياح قطبية باردة نحو الجنوب ورياح مدارية دافئة نحو الشمال، أي هناك كتلتين هوائيتين متناقضتين من حيث الخصائص الفيزيائية، من حيث نسبة الرطوبة، وكذلك من حيث درجة الحرارة. النتيجة هي تواجد جبهة في هذه العروض تعرف بالجبهة الشبه القطبية، حيث يتشكل على طول هذه الجبهة حزام من الضغوط المنخفضة، ويظهر هذا الحزام فوق صور الأقمار الصناعية على شكل جبهة تمثلها غطاء سحبي كثيف. تنتقل هذه الجبهة الشبه قطبية نحو الجنوب أو الشمال تبعا للفصول، فهي منطقة اضطراب جوي بامتياز، وتكون مسؤولة عن التساقطات التي تعرفها جل الدول الأوروبية وكذلك يعرفها المغرب في فصل الشتاء. آخر منطقة سوف نتطرقها الآن هي المناطق القطبية، أي عند خط عرض 90 درجة. هنا يوجد ضغط مرتفع ذو أصل حركي حراري وهو ضغط دائم، حيث تتضافر الحركات الهوائية الهابطة مع البرودة الشديدة التي تعرفها هذه المناطق لتعطينا على مستوى السطح ضغطا مرتفعا. هنا الرياح الهوائية هي رياح شمالية شرقية باردة وجافة تتجه نحو العروض الشبه المدارية التي رأيناها سابقا، أي تتجه نحو خط عرض 60 درجة. تتحرك هذه الخلايات الست، أي ثلاثة في النصف الشمالي وثلاثة في النصف الجنوبي التي قمنا بدراستها وتحليلها، نحو الشمالي أو نحو الجنوب تبعا للحركة الظاهرية للشمس أي حسب الفصول، فتؤثر كثيرا على التقلبات المناخية وتعد المسؤولة عن تعاقب فترة جفاف أو عن الرطوبة على منطقة معينة. في الأجواء العليا ماذا يحدث في الأجواء العليا؟ في الأجواء العليا وبالضبط عند مستوى التروبوبوس توجد منطقة التقاء الرياح فوق خط عرض 30 درجة تقريبا. هذه الوضعية ينتج عنها تيار هوائي ملتوي يتجه من الغرب نحو الشرق يعرف بالتيار النفاث الشبه المداري جيت ستريم سب تروبيكال. سرعة هذا التيار قد تصل إلى 400 كم في الساعة، أي أقوى من التيار القطبي الذي يظهر فوق خط عرض 60 درجة تقريبا والذي لا تصل سرعته إلا 200 كم في الساعة. إذا قمنا بتحليل الوضعية الوسطى لمراكز الضغط الفعال، وأقصد بها الضغوط المرتفعة والضغوط المنخفضة على مستوى الفصول وكذا على مستوى الرياح السائدة ليفون دومينو، على الخرائط الجوية يظهر توزيعا نطاقيا شبه متوازي مع خط الاستواء. الاختلافات الكبيرة أحيانا للدورة الهوائية تنتج أساسا عن وجود التضاريس الكبرى كالجبال وعن التوزيع الغير المنتظم للقارات والبحار، أي أن نسبة القارات فهي أكبر من نسبة البحار في النصف الشمالي والعكس صحيح في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. تتحرك مراكز الضغط الفعال هذه والرياح السائدة الناتجة عنها نحو الشمالي في فصل الصيف ونحو الجنوبي في فصل الشتاء تبعا للحركة الظاهرية للشمس.